اذا خلينا اول شيء في شيء ما حكيتش عنه، خليني احكي بس عن البفر. احنا كنا حكينا عن النون انفرتنج امبليفاير، نرسم رسمته. النون انفرتنج امبليفاير استعملنا التيرمينال النون انفرتنج حتى ندخل الانبوت سيجنال، وبعدين استعملنا هون مقاومتين، وهاي انا شبكتها هون مع الجراوند، وهاي خليني اسميها R3 مثلا، هذه R2 وهذه R1، هاي V input of T وهاي V output of T. انا ما راح افرج السبلاي وراح افرج مشيك، احنا فهمانين ضمنيا، انا ما بحطهم كل مره بس فهمانين ضمنيا ايش عندي. على 7 في عندي بوزيتيف سبلاي، على 4 في عندي نيجاتيف سبلاي، اذا عملت النل اوفست شو بكون عملت؟ بكون شبكت من 1 لـ 5 وحطيت عليهم بوتنشيومتر وحطيت الماينس 15 فولت وعيرته لحد ما لغلها. انا ما راح ارد اعيدهم هذول، خلص بنحطهم احنا بلوك جاي. هلا ايش احنا قلنا الاوتبوت الجين تبع هاي المرحله؟ في اوت اوف تي على في انبوت اوف تي شو بتساوي؟ بتساوي 1 زائد R3 على R2 واثبتناها، مش هيك مشينا فيها واثبتناها. وبعدين قلنا R1 ضرورية، ليش R1 ضرورية؟ بايس كرنت، عشان الانبوت بايس كرنت، مش هيك الغي الاثر تبعه. شو لازم تكون R1 مساوية؟ R2 بارلل مع R3، طيب كيف صارت R3؟ R3 راجعة من هون، في لها ديبندنت فولتج سورس، اوتبوت امبيدنس، وبعدين جراوند. فلما بعمل كيلينج وبهمل الاوتبوت امبيدنس صفت هاي R3 مشبوكة مع الجراوند. إذا هي مشبوكة مع الجراوند ما هي ان بارلل مع مين صارت؟ مع R2، فصارت R1 بدها تساوي R2 ان بارلل مع R3، مظبوط؟ بس ما بتأثر هذه على الجين، مين اللي بأثر على الجين اللي بقرر الجين؟ R3 على R2. في حالة خاصة من النون انفرتنج امبليفاير راح أحط R2 بتساوي انفينيتي و R3 بتساوي زيرو، خلينا نشوف شو بصير. إذا كانت R3 زيرو و R2 انفينيتي شو بتصير زيرو على انفينيتي؟ زيرو. قديش زيرو على انفينيتي؟ زيرو. ديفايند زيرو على انفينيتي ديفايند؟ ديفايند زيرو على انفينيتي ديفايند، انفينيتي اللي مش ديفايند، بس زيرو على انفينيتي ديفايند رح تطلع زيرو. مش هيك؟ اذا هاي زيرو على انفينيتي رح تصير زيرو، بصير عندي 1، قديش صار عندي الجين؟ 1. اذا هاي صارت الدائرة اللي شكلها زي هيك الآن. هي بفر. طب ليش بستعملها؟ شو استفدت منها؟ عشان لودينج افكت. تمام، بدي برا بدي ورا هيك يتشاركوا معي اكثر شوي. ايوه بعمل ماتشنج بالضبط، بعمل ماتشنج ما بين ستيج وستيج. يعني نفترض عندنا في عندي هون ستيج طالعه وداخل عليها انبوت فولتج، وهون عملت فيها اشياء، عملت بروسيس للسيجنال وطلع معي في اوت. بدي اشبك هاي الستيج مع ستيج ثاني موجوده هون، بس ما بدي هاي الستيج تعمل لودينج. شو يعني لودينج؟ ما بدي اياها تسحب منها كرنت، بدي انسخ نسخه من السيجنال فيثفول سيجنال من هون احطها هون بدون ما يصير في انتراكشن ما بين هذول الاثنين. اللي اخذوا معي موديلنج وكنترول بتتذكروا هاي ليش كنا نستعملها؟ ايمتى كنا نستعملها او نحكي عنها؟ مره حكينا عنها، كنا نعمل موديلنج لار سي ار سي تمام، ما تاثرش ستيج على ستيج. لو عندي هون ريزيستنس وكاباسيتنس، ريزيستنس وكاباسيتنس، لو بدك تطلع الموديل لهذا السيستم بيختلف عن اي موديل. هذول اللي ماخذين منكم موديلنج اند سيميليشن وكنترول، طلعوا هذا مش له ترانسفير فانكشن؟ هل هي نفس الترانسفير فانكشن تبعت هذا الموديل؟ لا. ليش؟ لانه هاي الستيج عمالها بتعمل انتراكتنج مع هاي الستيج، لكن هاي الستيج ما بتعمل انتراكتنج مع هاي الستيج. هذه ايش الترانسفير؟ هذا ايش السيستم اللي هون الار سي؟ اي اوردر له؟ فيرست اوردر. وهذا ايش؟ وكيف بطلع الترانسفير فانكشن تبعت السيستم كله ككل؟ بطلع الترانسفير فانكشن هاي وبضربها بالترانسفير فانكشن هاي وانتهى، بيطلع سكند اوردر، بس هذا ما بياثر على هذا. لكن هون ما بصير اجي اخذ اطلع الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم والترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم واضربهم ببعض، هذا غلط. في ترانسفير فانكشن معقده اكثر لانه في صار انتراكشن بين هاي ستيج وهاي ستيج، لكن هون ما عندي انتراكشن بين هاي ستيج وهاي ستيج. مين اللي اعطاني اياها؟ البفر. ايش البفر ممكن استخدمه؟
لاحظوا هذا كمان ميزته ما فيش ضرب في ماينس. فأنا بإمكاني الآن إذا بدي أعمل هذول التنتين أعزلهم عن بعض بعمل بفر منهم. الإنبوت إمبيدنس very very high، الأوتبوت إمبيدنس very very low. فما بيعمل عندي شو بيعمل عماله؟ بنسخ نسخة من السيجنال الموجودة هون وين بحطها، بس ما بيعمل لودينج على هاي الستيج اللي موجودة هون. هذا اسمه بفر، هو نون انفيرتينج بس هو بفر.